أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصح قولنا جنس العمل هو لفظ مبتدع لم يرد عن السلف وهو لفظ مبهم محتمل؟ الأفضل تركه، بارك الله فيكم ونفع بكم. ما عرفنا هذا في كلام علمائنا وعلماء السلف، ما عرفنا تفريق بين جنس العمل وغيره. العمل تقول العمل، ما تقول جنس العمل، تقول العمل. العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولم يقولوا جنس العمل بالجوارح. هذه لفظة ما لها أصل، هذه لفظة لا أصل لها، ولعلها جاءت من المرجئة، لعلها جاءت من قبل المرجئة. نعم.